السلام عليكم، اخباركم؟ نتمنى تكونوا في احوال جيده يا ربي. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. هذا النهار دوزتو غير في شقه ديال الدار، خملت بيت ديال بنتي. مشيت عند تركي تقديت شويه اللحم، مشيت للايكيا تقديت شي حاجه للدار. المهم تقضيو معايا النهار هذا، نتقاسم معكم بعض المشتريات اللي خديت من ايكيا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وكيف كتشوفوا هذا هو الكوفر ديال اكشن، عجبني بزاف يلا فرشته وعجبني صراحة في التفريشة ديالو، جا زوين بزاف. مهم نتمنى لكم فرجة ممتعة. الماريو اللي في داك البيت دايره فيه لي زور ودايره فيه حتى داك الرشايات ديال الوسادات. دابا تست غادي نخرجهم كاملين وغادي نطويهم، حيت ربجت هذيك البلاصه فما كنبغي نجبد شي حاجه كنربجها. صافي كيجي واحد النهار اللي كنجبد كل شيء وكنديرو وكنطويه. قديت واحد شويه، شوفي ضروري خصني ندير هاد اللي كنت حضرت معاكم فيها الشبه والخزامه وداك الشيء، ديجا حضرتها معاكم في قناه كتخليوها ريحه زوينه. فين كتحليها ديك الريحه كتتبقبق وكتشقشق. المهم هنا غير هادو سميتو ديال الخديات، وهادو غير لي زور. صافي حطيتهم غير هنا، طويتهم بحال ما كانوا تربجوا وصافي. بيت النعاس قديت اهو، بيت النعاس رانا قديتو. صافي بقات غير واحد الشفيفه غادي ندوزها على الارض، راه مسخه. صافي هادشي اللي كاين. هذا هو الكوفر اللي خديت من اكشن. شي الخدادي ديالو كيفاش دايرين فيهم بيرفكت داي، ولا قلبتيهم كتلقاي بيرفكت نايت. راه هي زوينين. ايوا هذا هو اللي كنت خديت من اكشن. هذا هو بيتنا حتى هو قاديتو، عيط على دابا ربجاتو دارت هكا. انا باقا حابسها بهاد نمسيتها القديمه، باقا حابسها. الا كتاب اليوم غادي نخرج للايكيا ونمشي نجيب ليها هذاك اللي كيطلع هكا، باش ما طيحش هكا. راكم عارفين بنتي راه باقا ما عندهاش حتى 3 سنين، يعني باقا كطيح. صافي جمعت شويه البيت وجففته. ايوا ديك الساعه غادي نهبط دابا نغديها. بنات دابا خرجت، غادي نمشي نتقطع شويه اللحم من عند التركي، ومن بعد غادي نطلع للايكيا وغادي ناخذ واحد التوشيه باش تحبس الناموسية ديال النور، واش نحيد هذيك الناموسية القديمة ديالها. نحن شادين دابا على التوركي. حنا جينا دابا ايكيا من بعد ما مشيت تسخرت. هاو بحال ديالي هانتوما، بنت كيسولوا عليها بحال ديالي الثمن ديالي. صافي دابا حنا كنت قلت لكم كندور باش ناخذ النور. هذاك الشيء تقديت على التركي، مشيت حطيت داك الشيء في الدار وحنا كندورو دابا. شوفوا الحماحي يا لالي. جينا بنات كنشوفوا
بحال هذا الشكل ديال البولات باش غنديروهم فوق فوق البحر ان شاء الله. حنا خرجنا شريت بزاف حاجات تلطام نشاركهم معكم. نور بغات تبقى تلعب شويه تما في الضليقه. يلا سير ضرو شويه صعب تما ديري لهم مع واحد الدوارات فين كيخشيو رجليهم الدراري الكبار صغيور ما يقدروش عليها. هيا دابا طلعت تموت على الزليق. يلا هبطي نور. بدات علينا من إيكيا غادي دابا طالع الدار يلاه باش نوجد العشاء. اش قبيله شديت الكفته درت لها التتبيله غادي ندير شويه سلطه وشويه الفريت والكفته صافي هادو اللي غادي ندير العشاء ان شاء الله. ومن بعد العشاء غادي نشارك معكم اشنو خديت بما اني تعشينا وطلعت بنتي للناس ونشارك معكم كلشي داكشي اللي شرينا من إيكيا وصافي هادشي اللي كاين. يلاه نتلاقى معكم في الدار. جيت مدوش هادشي هاد غادي نرجع بلاصتو. جبدت المقله باش غادي ني مسحها شت بحال سارده غندير فيها شويه الزيت فريتو زرا نشعلت عليها اير فراير غادي ندير فيها الفريت تسخن شويه هذا الشيء شو غادي نديرو قرباله صافي هايله هاهي الكفتة اليوم تبغيني وغدا لالا يا انا نطردق ما نعرف مالها كل يوم يتبدل حال هي هي ما لقيت دوا لهبالها ما لقيت دوا لهبالها عليها ابوني في الكونطوار نقول حبيبتي واش صرا لها واش عيتها قلت حيلتي الناس مطيشه اللي ناضت لي في الجرده انا حيتها غادي نديرها دابا نيت مع شلاضه واخا عندي انا ديجا مطيشه بلقانا بلقانا حتى الغرام عندها بلقانا كلشي كلشي عندها بلقانا ياي هبلات حياتي انا بلقانا بلقانا حتى الغرام عندها بلقانا كلشي كلشي عندها بلقانا ياي هبلات حياتي انا هبلات حياتي انا تعرفني ناري كايدة هي في هبالها مازال زايدة مهما ندير ما منه فايدة ياي واخا نحط قلبي في المايدة بسببها ولي التهريب باش نرضيها ستة بوسيب فالشلاضة غندير فيها هذا باقي عندي جبته مع واحد شلاضة وما درتوش غادي نديرو فيها الشلاضة هو فيه المطرد وفيه العسل كيجي زوين في الشلاضة اللي كتكون فيها هكا الخص نقدر نزيد فيها حتى البيض نجيب شي معلقه دابا غادي نزيد شويه الحامض وشويه الزبيده بلديه وصافي هادشي اللي غادي نزيد. ندوزو نتشاو شلايضو كفتة و الفريت بدا طبيسي النار هاك راه هاك يلا كل المهم ندوزو نتشاو بالصحة و الراحة. البنات حنا سالينا عشا الحمد لله من عند تركيا خديت غير القزبر و المعدنوس و خديت هاد خديت غير اللحام خديت الكوتليت خديت العجل خديت الغنمي خديت المهم خديت الدجاج داكشي من كاع اللحم خديته خديت عندهم معجنات كتكون عندهم هما رخيصه على ليدل خديت هاد البيسات
الصغيرين وليد في هذوك فيسات الكبار، هذا عندهم الصغيرين تيجيو زوينين في الشلاضه هذوك. وخديت هذا الشكل هذا كيعجب نور، اي حاجه صغيره كتعجبها. وخديت هذا الشكل اللي بحال الكوكياج. خديت سباغيتي او الزريعه، هذه اللي كتعجبنا ناكلوها زوينه البنات اللي عزاز عليهم الزريعه ياخذوا هذه من عند التركي. ودابا غادي نجمع غير هذا الشيء نحيدو من هنا. بالنسبه للحم الدكدكس غنخليه في الثلاجه حتى الغدا، وعاد غادي نحيدو. غادي ندوز نوصل هاد المايونيز، غنشارك معكم اشنو خديت من ايكيا. نجمع هاد الشيء ونشارك معكم اشنو خديت من ايكيا. غادي نوريكم دابا اشنو خديت. خديت واحد الكويسات ديال القهوه، هادو تعجبوني. هذيك لا ماشين اللي عندي ديال القهوه، هادو كتجي فيهم الشربه زوينه، في زعما قهوه مقطره معصره مكشكشه مزيان، كتبغي هاد الكيسان هادو. خديت منهم 6، خديت منهم 6 دايرين واحد الاورو و49. خديت غير 6 ترجع لهم مره اخرى. صراحه ما كنتش معول ناخذ مايربان اليوم، قلت غناخذهم ترجع لهم. ايكيا بالزوينه، ايكيا كتبيع الحاجه وكتبقى تبيع فيها، يعني ماشي بحال اكشن كيجيبو مثلا شي معنات يا تهرس لك طابسي كتحصلي. ايكيا لا، هادو كويسات زوينين. وخديت هادو نقول لكم شنو هما هادو. هادو كيتحطوا عليهم كيسان، عندي منهم بزاف الاشكالات. وهادو خديتهم حيت بانوا لي ولاو دابا نهز عليا الجديد. ها انتم البنات كيفاش ناسيهم في التصويره، هما اللي كاينين دابا. تشدي الكاس وكتحطيه هكا زوين. انا ما تنحطش الكيسان منهم الطبله نهائيا، كنبغيش هذيك الكراره ديال الكاس تحط فوق الطبله، تنحطوهم فوق هذا الشيء. المهم خديت منهم تاهما 6، تما تنزيد 6 كيسان. وغادي ناخذ بالنسبه لهادو بجوج كيبيعوهم بالاورو 99، هادو بجوجات يعني تقريبا جوج اورو لجوج. هاد الكيسان خديتهم. خدينا واحد البولات، ها هما البنات هي شان باغي يديروا فهاد التوشيات، ولكن ماشي دابا تنكملوا الكوزينه غيبقاو هما الاخرين. ها هو خدا 3، غنوريكم كيفاش غادي يدير لهم. مثلا هادي هي البوله، كتعز لي بولات اللي بغيتو دايرين، بغيتو واحد ديال القيوقين. حنا عزلنا هاد الموديل ديال هاد البولا، غادي يجيو هنا يعني غادي يغشيها من هنايا البولات قمدليه، وهاديك اللي غتشد هنايا. المهم يكونوا 3 بحال ما هكا جايين ب3 باش يجيو مديلين وقريبين للبار اللي غادي يكون البار، وهي بحال زربانه وداك الشيء. ناكلو غير هنايا، حنا بجوج ناكلو غير هنايا، حنا بثلاثة. هادي هي التويشية اللي كتكون هنا. هادو 3 البولات بكلشي اليوم، بهادي بهادي، يعني مثلا هادو بالبولة ديالهم هما 3. شحال تقاموا علينا يا جماعة؟ خلينا 3، 63 أورو، 60 أورو. بقينا كطلع لك 24 أورو الوحدة، 24 اورو الوحده، وقال شي كدو 60 اورو باش كيطلعوا لك بثلاثة. ها ما خديناهم كاملين، ولكن غادي نخليهم هنا غنطلعهم الزولدر حتى نبغيو نديروهم. خديت الشمع في الحمر، ريحته فنه ديال التوت، فيه ريحته غزاله. خديت زدت من هادي حتى هادي شتا عمرات بزاف، هانت عمرات زدت منها وحده اخرى، غتكون هذه من اتجاه اخرى من اتجاه الاخر. حتى هي دابا حيت بزاف هذا الشيء ولا مشي فوقشي ما بقاش كيدخل مزيان، تنغسلها. درت جوجات. والبنات الا عقلتوا عندي 4 من هادو، اما زدت جوج دابا نقصوا في الثمن البنات. كنت خديتو ب 5 اورو الوحده، هذوك الربعة يعني تقاموا عليا بربعة ب 20 اورو. دابا البنات داروا لي 4 اورو، اللي بغات تاخذ ولا نقصوا فيهم الثمن داروا ليهم 3 اورو و99. ولكن فيهم واحد الريحه مجهده كضر في الراس ديال هاد القصب، عرفتي والله الا كضر في الراس هاد الريحه ديالو.
وخديت واحد التويشيه هذه ديال المعالق لقيتهم دايرين فيها الصولد حاطين لتحت خداها هشام. هذه البنات غندير هنا في بلاصه المجر هذا نوريه لكم. هاد المش اوبس مزيرتش هاد المجر هذا غادي تحيد وغادي نحطو فيه هاد سمعوا المطريبه راه قلت لكم عندي مطريبه اللي يلا ها هادي ديال المعالق غادي يديرها تما. كان الثمن ديالها دايره 30 اورو دابا داروا لها 20 صافي وهزيناها. خديت واحد الطبيصلات انا نوريهم لكم بازا ديال الكوزينه شو شحال ديكور زويون كوزينه ولا هكا شي شي مره تحطي الفطور وتحطي حدا الفطور. هذا ديال بلعاني وهذا البريق حتى هو الثمن ما عرفتوش بان لي محطوط بحال ما هكا ما فيه ما نبقى نهز البريق بوحدو الورد بوحدو اللي سامسي سير جيب ليا عفاك هذاك الورد اللي كلشي لي. المهم هو خديته وحطو في هنا في الكوزينه جا زويون كنا نحطو المهم تنشوف لي شي بلاصه نحطو فيها نجي مع هادشي وغادي نوريكم شي طبيصلات خديتهم. خديت 12 من الكبار و 12 من الصغار حيت انا هادو طلعوا لي في الراس طلعوا لي في الراس بغيت نخليهم ناكلو فيهم غير حنايا. وهادو خديتهم بحال هكا الناس اللي جاو والاخرين صغار شلاضه بلا تيجمع هادشي وغادي نوريهم لكم. هاد الشميعه فيها ريحه التفاح هادو كيديروا اورو الوحده وهادي خديتها بريحه التوت كيعجبني الشمع كل كيطلق الريحه هادو باورو الوحده. بالنسبه للطبيصلات ها هما خديت 12 في 12 دايرينها بحال هكا الشكل ديالهم جاي مربع وبحال غارقين عجبوني خديت منهم 12. وهاد الصغيرين ديال الشلاضه خديتها منهم هادو ديال الشلاضه عندي هانتوما ولكن عندي شك في هكا ما كاملينش الديكور مزيانين يعني خايده مع الدار ناكل فيهم غير انا وراجلي وداكشي. وعندي وحدين اخرين اللي دايرين على شكل طويجنات شتيهم كنت ما خليتهم عند الدار هادشي خليته هكا الا جاو الناس وبحال هاد المعنات اللي تيكونوا كنا ياكلوا فيهم الناس بنات ما كنديروش في الكوزينه كنطلعو من الزودر تنغسلهم وكنطلعو من الزودر ما كنخليهمش انا هنا. صافي هادشي اللي كان شو اللي خديت من ايكيانت من يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم قولوا شنو رايكم في الكيسان في المعنات وفي البولات. لا ضروري كان نكونوا نغنيو. المهم البنات نتلاقى معكم بعد. مش هنكمل انا عارف من الاول مهما نطول حتكون اخرتها ايه كنت متعود اني اسمع وافوت بس المرة دي قلبي هادوس عليك غندي اللي في راسي ايزي نعيش بلا بيك خليك ناسي ليام الدور توريك غندي اللي في راسي ايزي نعيش بلا بيك خليك ناسي خليك ناسي انساي انساي بلغيش نهار عرفتني انساي يلا باي وباي انا ماشي ليك يلا يلا باي انساي انساي بلغيش نهار عرفتني انساي يلا باي وباي انا ماشي شفتيني وعرفتيني واتقابلنا على فكره ناسي اسمي كل يوم ليه تكلمنا لو رحت قلت لهم اني كنت فيهم حبيبك محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك سلام مش هسلم كلام مش هكلم تلعبي على مين الاسطوره والمعلم قمه الغباء اني تفتكري انك في بالي ولا في خيالي من الاخر انساي انساي بلغيش نهار عرفتيني انساي يلا باي وباي انا ماشي ليك يلا انساي انساي بلغيش نهار عرفتيني انساي يلا باي وباي
تما البنات تقولي رايكم واش هذاك المحيط قش زوين تما او لا لا. ما حيت هنايا غادي نحطها الفرقه حدا بعضيات، يبقى حدا بعضيات، وحده فيها البلاستيك وحده فيها الحديد، باش كيبقاو مفرقين على بعضياتهم. وتما قلت نخلي هذاك، تتقولي شنو رايكم في هذاك تما وقي فين نديرو فين بالضبط، تكتبوا لي في الكومنتات.